عباية. شفتوا اللي انا بتكلم فيه؟ جايبتلكم معي عبايات. اهلا وسهلا، يسعد صباحك. ده الجمال اللي انا كنت بتكلم عنه، الستايل. دخلت كذا ستايل في بعض، كانه العبايه والشيله قطعه واحده. يس، هي الشيله اتاتشد من هون وبتلف زي هيك زي ما انتم شايفين، والاكسسوار كمان جدا ماتشنج. صباح الخير منى. صباح الخير. عاجبني جدا ستايلك، وعاجبني اكتر موضوع اللي احنا بنتكلم فيه، لانه ناس كتير عندها فكره خاطئه انه اللي بتلبس عبايه عربيه هي ست، مش ستايل، هي تراديشنال جدا، هي تقليديه، هي اولد فاشن. اما اللي انا شايفاه دلوقتي هو العكس تماما للي احنا سمعناه. مزبوط، جديد العبايات صاروا ياخذوا اشكال كتير، الوان كتير، قصات. صار مش العبايه هي السودا اللي كلاسيك كات، صارت اي قصه ممكن تدخل بالعبايه، اي لون ممكن يدخل بالعبايه. فصارت العبايه تواكب يعني الخطوط العالميه تبع الموضه اكثر. طيب منى، لما بلشت تفكري تطلعي خارج هذا القالب، هل مثلا كانت عندك انه يا بتزبط يا ما بتزبط، ولا كنتي اكيد انها رح تزبط؟ اكيد رح تزبط، لانه ما في حدا ما بحب الجمال، ما في حدا ما بحب التنوع، ما في حدا ما بحب التجدد. احنا موجودين بعالم كل شيء عم بيتغير هلا، بعصر كل شيء عم بيتغير، كل شيء عم بيصير يتطور بطريقه يقدر كل حدا يستعمله. منى، انا بس حابه اطلب بعد اذن مخرجنا، انا حابه اشوف العبايات بتاعتك. بليز، انا جايبتكم كمان تجربوا. اكيد. يلا خليني اجرب. اديني عبايه. هما تنتين اكشلي. اي لوست البلت ورا، وقع. اوكي، اذا في حدا يقدر يجيب البلت اللي ورا. انت رح تجربي هاي. هو يعني الوصول لي شويه صعب، بس هو لازم ضروري للثانيه مش لهي. اوكي خليني بس انا اجرب دي. يس، ولفي علي اكمل لك واعمل لكم فاشن شو. على فكره منا كانه بتشبه العبايات المصريه شوي، يعني هي ملونة وهي فري سايز، هي مفتوحة. خليني بس أنا أركب لك إياها. أنا حسيت بس كده؟ فيكي تتحركي بتبين أكثر. منها رجعتك 20 سنة لورا. إيه رأيكم؟ مش عم تنشلح صح؟ خلص خذيها. لا خلص، ثانك يو يا منى. لا لا بجد الستايل، أنا هكمل فقرة بيها. أوكي؟ كثير حلوة. يعني إيه الجمال ده؟ هلا السؤال، انا ما لي علاقه بالموضوع يمكن كثير وبالعبايات وكذا، بس مثلا لونها اسود هيدا ما بياثر انه بالصيف ما فينا نلبسها؟ لا، اول شيء هي مفتوحه وفري سايز، فهي فيها تلبس اي لون تحت، بس الاسود اللي فيها شيفون وكثير خفيف، يعني هي بارده كثير بالحقيقه. وعاده بالخليج متعودين على العبايه السوداء، بس هاي دخل فيها لون ثاني. هلا العبايه الثانيه ما فيها اسود ابدا. طيب بيختلفوا، فما بيأثر اذا هذه صيفيه او شتاء. هاي صيفيه لانه قماشها كثير خفيف، بالشتاء ما فيها المره تلبسها لانه بتصير يعني اذا قماشها تقيل. انا عايزه اجرب الالوان. مش طبعا الصراحه، خليني اجربها. جربيهم انت في شيء قلب ورا منه. نعم، في شيء قلب ورا. اي مزبوط. البنت ممكن تساعدنا ايهاب؟ في حدا ممكن يساعدنا؟ طيب خليني بس تساعديني ان انا افك دي. يعني عارفة الراحة كمان اللي أنا حاسة بيها في العباية، أنا هي فري سايز هاي، وكتير من عباياتي actually فري سايز. طيب أنا رح أقعد هنيك منشان أشوفك أكتر أوضح. واو، شكرا كتير. تكرم. يعني لو يشغلونا ميوزك بنعمل هنا فاشن شو دلوقتي، أنا موافقة جدا. خليني أساعدك، افردي إيديكي بليز. بس أنا خدتي كده هو. جماعة أنا نويت أغير ستايلي وهلبس من هنا ورايح العبايات العربية. بيلبق لك حلو كتير. بيلبق لك حلو عليك شو ما تلبسي. ليش يا نور؟ جاهزين للفاشن شو؟ أيوة. تعال صوري كمان. صورني بليز إيهاب. إيه رأيك؟ الله، على فكرة عن جد كتير حلو. عم بتخيل الصبايا بالمولات أو مثلا بشكل عام عم نشوفهم لابسين هذا اللبس. الصبايا كتير عم بيطلبوا ألوان، يعني ما بدهم العباية السوداء أنيمور، صاروا بدهم يجددوا. من وين حضرتك بتستوحي تصاميم مثلا هيدي الالوان؟ من وين بتستوحيها؟ الاستيحاء تبعي، يعني ربنا خلق الانسان هو احلى مخلوق، فانا من الانسان متحيزه للسيدات، بعتبر انه هي احلى شيء الله خلقه. انت عايزه دعاء في الفقره دي، انت عايزه دعاء تكون موجود. فانا بحس انه كل ست لها شخصيه مميزه، كيف البصمه
بالضبط ولا ست شخصيتها زي الستات التانيين. فمن كل ست انا بقعد معاها مرات بشوف شخصيتها شيء كثير حلو، فبستوحي من شخصيه السيده شعور معين بشخصيتها. وانا عندي باك جراوند، انا دارسه علم نفس واجتماع من قبل، فبقدر اشوف الشخصيات بسهوله و حلو يعني بستنبط من شخصيتها الشيء بوحي لي بالعبائي. حلو انك قادره تجسد دراستها بتصميم الازياء بطريقه ساعدتني. حلوه وخلاقه. عندك حق، بس انت بياعه شاطره. انت لو جيتي قلتي لي الجمله دي انا هقول لك بليز اعملي لي عبايه تشبه شخصيتي وهكون مرتاحه جدا وهكون مبسوطه جدا وانا بلبسها. مزبوط. وكل سيده فعلا الله ميزها بشخصيه معينه بحب اشوفها وبحب اطلع منها شيء بوزيتيف، واختار العبايه تكون بتلبق معاها مع شخصيتها. حلو. حاسه نفسي اليابان وهيك حركات كونغ فو باندا. لا لا بس بجد الوانك كمان جريئه، يعني مش اي حد هيلبس احمر على موف، شويه جديد الموضوع. شويه جريء. حتى اللي انت لابساه برضو حلو جدا، واللون انه يكون كامل ساده. عايزه اقول لك مش كل البنات عندها الجرأة دي انه هي تلبس من الراس لحد تحت خالص كله ساده. صعب طبعا. انا هقلع العبايه عشان خاطر ما تبوظ. منى بدي اسالك شيء. هلا عم شوف شكلك كثير حلو، الستايل كثير حلو، ودخول الاكسسوارات بطريقه انيقه. خبريني شوي عن هذا الموضوع بالتحديد. هل انت بتفضلي انه يكون اللبس فيها اكسسوارات مشكوكه فيها، او انك انت تضيفي حسب مزاجك؟ مثلا اكيد في قطع ديفينتلي بتحتاج اكسسوار، في قطع مش حلو تدخلي عليها اكسسوار، بتكون هي اوريدي فيها تفاصيل كثير، فبيجي الاكسسوار بيعمل شيء اقل. مش دائما انه كل ما تزيدي بيصير احلى، بس لما يكون شيء ساده زي ما انا لابسه اليوم بده اكسسوار لانه بيصير بورينج بلا اكسسوار. بس بدك تنقي الاكسسوار بحذر، يعني الاكسسوار يا بيحلي كثير يا بيخرب كثير. صح. لازم يكون اللون مناسب، الحجم مناسب، الرسمه يعني كيف ديزاين الاكسسوار بده يكون مناسب مع اللي انت لابستيه. منى البنات بتلجأ الى العبايه اول حاجه بسبب سهولتها وسهوله ارتدائها وان انا اقدر اروح اي مشوار. بس لو انا عندي مناسبه، عندي عرس، عندي حفلة، عندي عيد ميلاد، خاصة ان احنا في الصيف عندنا موسم الاعراس بشكل كبير. فبصي مثلا الصورة اللي عندنا دي دلوقتي، تقدر البنت تروح دلوقتي المناسبة او العرس اللي هي رايحاه ولابسة عباية جميلة جدا فيها تداخل الوان. كلمينا شوي عن الصورة. هاي هاند بينتد، هاي مرسومة بالايد. هاي كتير سبيشال العباية، مرسومة بالايد، وهي بتنفع فستان بتنفع عباية، فهي يعني بتقدر تخدم كثير ناس. ويعني من اول ما صممتها وانا قلت بدي شيء بلبق لعرس، هاي ويدنج عبايه، يعني عبايه عرس. واو. ففيكي تهدري فيها عرس، وهي كمان هاند بينتد، هم نفس المجموعه مع بعض، اللونين عاملين كثير تحفه. هاي القماش اصلا فيها خيطين، خيط بينك وخيط تيفاني كلر، انا بحب التيفاني كلر واضح. حسيت. فلما قلبتها طلع لون ثاني فدخلتها بالديزاين لانه فيها لونين. والرسمه كانت بالايد مرسومه، يعني قعدنا نرسمها بالايد. ولا انا وصديقتي رسامه فنانه مع بعض كنا، لانه انا كنت بدي شيب معين والوان معينه وهي كانت ترسم، فكنا مع بعض. وده هنا ستايل الشيله مع العبايه. هاي ودينج عبايه، هاي قماش زهير مراد اكشلي، والقماش هاد كله مشغول يعني ثقيل. فهي اكشلي هي مظلومه بالصوره، هي بالضوء الاصفر كثير بتلمع. هي ويدنج عبايه بتنلبس فوق اي فستان سهره وبنراح فيها. قد ايه كان اسهل لك او صعب، ما بعرف، ان تكوني انت حضرتك المصممه وكمان بنفس الوقت اللي العارضه الموضه؟ بالاول انا كنت رافضه انه انا اعرض، بس المصور اصر. كنت جايبه بنات عارضات وقال لي انه في شيء لما انت بتلبسي، انه لانه انا اللي مصممه بعرف البسها بطريقه بتعطيها حقها اكثر. فكان كثير مصر انه بما انه انت من الفئه اللي بيقدر يلبس عبايه المفروض انه تلبسيها. فانا حسيت انه كمان ام براود، يعني انا فخوره باللي عملته، فبلبسه، بقبل البسه وبكون مبسوطه فيه كثير كمان.
مبسوطة جدا أنا بيكي وإنك قلتي فخورة بالشيء اللي أنا بعمله. بس أنا كزبونة مثلا جاية هاجي المفروض على سيرة طيبة إنه الفاشن ديزاينر دي عندها شيء يميزها في تصاميمها. إيه اللي بيميزك من وجهة نظرك؟ اللي بيصمم اللي بيميزني هو قطعي ما في زيها كتير بالسوق، يعني بتشوفي أشياء فريدة كأنه ما شفتي زيها من قبل. حلو. اثنين عنا أشياء مرسومة بالإيد، فحتى لو أنا بدي أعيدها نفسي ما بقدر تطلع نفس الشيء لأنها مرسومة بالإيد، رح يصير اختلاف. كمان أنا كتير بتابع الموضة، الخطوط اللي موجودة، أنا أم أب تو ديت دايما. فأنا عندي باك جراوند عربي وأنا عربية وبتابع الخطوط العالمية، فأنا بجمع بين التنين وبطلع شيء مميز لأنه جامع من أكثر من شيء. بتحاول يكون لك بصمتك الخاصة طبعاً. وفعلاً بشكل عام نحن الصبايا منحب التميز. منى نورتينا وأنا كتير مبسوطة وفخورة بهاي الأزياء اللي صارت داخل الموضة العربية. شكراً كتير لإلك. شكراً لكم. شو رأيكم نطلع بريك سريع منا وإيهاب؟ يلا بينا. مرسي.